السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا كنا اخر فيديو لينا اتكلمنا مع بعض عن الجهاز التناسلي الذكري، اتكلمنا فيه عن تركيب الجهاز، اتكلمنا عن تكوين الحيوانات المنوية داخل الخصية، اتكلمنا عن وظيفة كل جزء من هذه من اجزاء الجهاز التناسلي الذكري، وكنا وصلنا مع بعض الى الحيوانات المنوية وشفنا تركيبها سواء من الرأس أو العنق أو القطعة الوسطى أو الديل والقطعة الزيلية. وكنا آخر حاجة اتكلمنا فيها إن الحيوانات المنوية دي هتتجه إلى تخصيب البويضة داخل الأنثى. النهاردة طبعا هنتكلم مع بعض عن جهاز التناسلي الأنثوي. جهاز التناسلي الأنثوي طبعا بيتكون عندنا من عدة أجزاء، اللي هم المبيضين وقناتي فالوب اللي هم قناتي المبيض، وعندنا الرحم، وعندنا كمان المهبل. وظيفة الجهاز التناسلي الأنثوي إنتاج البويضات بس، هو وظيفة أساسية اللي هي إنتاج البويضات اللي هي المشيج المؤنث، زي ما وظيفة الجهاز التناسلي للذكر هي إنتاج الحيوانات المنوية. ولكن احنا كنا قلنا ان الثدييات تتميز بان ليها رحم، هذا الرحم يلتصق الجنين بجداره حتى ينمو ويولد كاملا. عشان كده بنقول ان برضو من وظائف الجهاز التناسلي ايواء الجنين حتى الولادة بانتاج حيوانات منوية، وايواء الجنين وانتاج هرمونات الانوثة، زي ما الخصيتين والجهاز التناسلي الذكري خاص بإنتاج هرمونات الذكورة الثانوية بعد البلوغ، برضو ده لإنتاج هرمونات الأنوثة بعد البلوغ. ويعتبر الجهاز التناسلي الأنثوي مكان الإخصاب. إذا الحيوان المنوي بيخرج من الذكر ويتجه إلى الجهاز التناسلي للأنثى حيث البويضة حتى تتم عملية الإخصاب. طبعا لو جينا نتكلم عن أول حاجة المبيضان، يوجد مبيض في الجهة اليمنى ومبيض في الجهة اليسرى للأنثى، دول موجودين على جانبي تجويف الحوض. وطبعا كل مبيض عندنا، يمكن الناس كتير بتفتكر المبيض ده يعني حاجة ضخمة قوي، المبيض في الأنثى في حجم اللوزة المقشورة، يعني اللوزة المقشرة حتى مش بقشرها. اذا المبيض ده عبارة عن جزء صغير جدا لا يتعدى اللوزة المقشورة. طيب البويضات اللي بتتكون داخل هذا المبيض بتتكون في مراحل الجنين. هو بيقول لك عندك المفروض ان في آلاف البويضات موجودة داخل المبيض في مراحل نمو مختلفة، بينضج منها حوالي 400 بويضة، هذه 400 بويضة فقط طوال فترة الخصوبة والإنجاب، يعني من أول البلوغ لغاية فترة هنسميها فترة سن اليأس اللي هي من سن 45 ل 50. في الفترة دي والبلوغ من 12 ل 15، في الفترة دي بينتج حوالي 400 بويضة. يعني بس بيكون عندي كل دورة بينتج بويضة من مبيض واحد، مبيض الأيمن ينتج بويضة في خلال 28 يوم، المبيض الأيسر ينتج بويضة في الدورة اللي بعدها، يعني مش الاتنين بينتجوا مع بعض، بويضة من كل مبيض خلال كل دورة من دورات التزاوج اللي احنا هنتكلم عنها، اللي هي تتراوح حوالي في الإنسان أو في أنثى الإنسان 28 يوم. طيب الأساتذة ده بالنسبة للمبيض. أما قناتي فالوب، لو بصينا مع بعض على قناتي فالوب، قناتي فالوب دول بيكونوا موجودين عندنا أمام المبيض، قناة تقابل كل مبيض وفي البداية بتاعتها تشبه الأمعة وفيها زوائد إصبعية،
لالتقاط البويضة عند سقوطها من المبيض. يبقى إذا كان المبيض موجود بالمنظر ده، فهنا قناة فالوب موجودة، المقدمة أو القمع بتاعها اللي فيه الزوائد دي، ده ما ينضج هذه البويضة تسقط من المبيض فتلتقم هذه الزوائد لتدخلها إلى داخل قناة فالوب. داخل قناة فالوب عندنا موجود فيها زوائد تتحرك إلى داخل الرحم، يعني بتؤدي إلى توجيه البويضة إلى داخل الرحم نفسه. يبقى عندي فيه ملائمة وظيفية في قناة فالوب. الملائمة الوظيفية هي عبارة عن إيه؟ وجود القمع بتاع قناة فالوب مواجه للمبيض حتى يلتقط البويضة مباشرة، تسقط البويضة إلى داخلها مباشرة، ووجود الزوائد الإصبعية اللي بتوجه هذه البويضة، وكذلك زوائد توجد داخل قناة فالوب نفسها تعمل على تحريك البويضة في الاتجاه إلى داخل الرحم. طيب الرحم، وده يعني عبارة عن كيس عضلي قوي جدا سميك، فيه عضلات قوية جدا حتى تستطيع حمل الجنين، وحتى تستطيع أن تتحمل وجود الجنين ومراحل نموه المختلفة، وهو مبطن بغشاء غدي يعني يفرز غدد أو مخاط. يبقى الجنين داخل هذا الرحم إلى أن يولد حوالي 9 أشهر. يبقى هنا الرحم عبارة عن عضو، هذا العضو اللي موجود عندنا كمثري الشكل، يعني شكل الكمثرة، ذو جدار سميك مرن مبطن بغشاء غدي. يبقى الجنين بداخله حتى يتم تكوينه حوالي 9 أشهر، وينتهي عندنا بعنق الرحم ثم المهبل. طيب عنق الرحم ده اللي بيغلق تماما بعد الإخصاب إذا كان في عندنا جنين داخل هذا الرحم. أما المهبل عندنا ده فاخ، عبارة عن قناة عضلية. هذه القناة العضلية طولها حوالي 7 سنتي بس، تبدأ من عنق الرحم وتنتهي بالفتحة التناسلية للأنثى. ولكن وجدنا عندنا ان هذا المهبل مغطى او من الداخل يعني مبطن بغشاء برضو يفرز مخاط او سائل مخاطي لترطيب المهبل نفسه. وجدران المهبل بها ثنايات، يعني ما هوش مشدود. الثنايات دي عشان تسمح بتمدد هذا المهبل اذا خرج الجنين. يعني تخيل حضرتك ان المهبل اللي هو 7 سنتي ده والقطر بتاعه مش كبير، كيف يخرج منه الجنين؟ فهو عضو مرن، وعشان يصبح مرن كان الجدار بتاعه مليء بثنايات، يعني بتني تنيات كتير جدا بحيث ان هو يقدر يتمط اثناء خروج الجنين نفسه عند الولادة. طبعا البلوغ بيحدث عند الانثى من سن 12 الى 15 سنة، ده حسب نشاط المبيض طبعا والرحم، وما يحدث بهما من اخصاب او حمل او حدوث الدورة الشهرية اللي هي بنسميها فترة الطمس، او بنسميها الطمس زي ما هنتكلم عنها ان شاء الله. ولكن عند عمر 45 سنة الى 50 سنة يتوقف المبيضان عن انتاج البيض او البويضات، وبتقل الهرمونات، وبتنكمش بطانة الرحم نفسها، والحالة دي احنا بنسميها سن اليأس، التي يتوقف فيها انتاج المبيض عن انتاج البويضات، وتكون الانثى في هذه الحالة غير قادرة على الانجاب. هو مفيش بويضات يبقى مفيش مشيج مؤنث، فبالتالي لن يحدث انجاب. المبيض يا جماعة لو جينا اخدنا قطاع فيه زي ما موجود قدامنا كده، هنجد ان المبيض ده بيتواجد بداخله مجموعة من الخلايا. الخلايا دي طبعا في مراحل نمو مختلفة، وهذه الخلايا اللي هتكون عندنا البويضات، والبويضة دي بتنمو داخل حويصلة بتسمى حويصلة جراف. يعني لو بصينا للرسم اللي قدامنا هنجد ان عند البويضة يحيط بها شيء او جزء زي الهلال كده، بينمو تدريجيا الى ان يحيط بالبويضة كاملا، ودي بنسميها حويصلة جراف. وعند نضج البويضة تنفجر حويصلة جراف ديا فتتحرر هذه البويضة.
طيب وحيصله جراف دي هتروح فين بعد ذلك؟ تتحول لما نطلق عليه اسم الجسم الاصفر، ودي ليها دور مهم جدا 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 في تثبيت الجنين. طيب لو الجسم الاصفر ده مش موجود وحصل اخصاب للبويضه، هيجهض هذا الجنين ويسقط في مراحل الاولى، لن يكتمل شهر فيحدث اسقاط لهذا الجنين، خروج طرد من الرحم. يبقى انا عندي ان هو داخل المبيض فيه خلايا، الخلايا دي اللي بتكون البويضات، البويضه اللي موجوده عندنا دي هينمو حواليها حويصله، الحويصله دي تنمو في بدايتها شكل هلال صغير، ينمو الى ان يحيط بهذه البويضه تماما، هذه الحويصله تسمى حويصله جراف. ثم بعد ان تنطب البويضه وتاخذ مراحلها المختلفه من النمو، تنطلق هذه البويضه من المبيض لتدخل الى قناه فالوب، ثم يتحول او تتحول حويصله جراف دي الى جسم اصفر، تبقى ثلاثه اشهر الاولى للحمل. لو جينا نتكلم عن مراحل تكوين البويضه، احنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت او اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مراحل تكوين الحيوان المنوي، وشفنا ان في مراحل، الاول عمليه تضاعف للخلايا الجرثوميه لانتاج خلايا بنسميها امهات المني، اللي هي بعد كده بتكون الخلايا المنويه الاوليه، وبعد كده انقسام ميوزي عشان تكون الخلايا المنويه الثانويه، ثم الطلائع المنويه التي تحتوي على النون هي والخلايا المنويه الثانويه، ثم تنتج الحيوان الايه؟ المنوي، او مجموعه هائله من الحيوانات الايه؟ المنويه. برضو عندي هنا في البويضه اول مرحله اللي هي مرحله التضاعف. زي ما موجود قدامنا في الرسم كده، الخلايا اللي موجوده في بطانه هذا المبيض تحتوي على خلايا جرثوميه اميه اللي هي اتنين نون. بيحدث لها عملية انقسام ميتوزي. كلمة تضاعف أي يتضاعف العدد، يتضاعف العدد بنفس العدد الكروموسومي. يعني إذا كان عندي الخلايا الجرثومية 2 نون، فالخلايا اللي هتنتج عندنا اللي هي هنسميها أمهات البيض برضو تحتوي على 2 نون، ودي بتتم في مراحل تكوين الجنين. يعني الأم، أم مين؟ ده هو الجنين الأنثى وهي لسه جنين، بيحصل مراحل تضاعف للخلايا الجرثوميه فتكون امهات البيض. يبقى هذا البيض يتكون داخل المبيض في صوره امهات البيض، وكذلك في مرحله النمو، لان طبعا امهات البيض دي بتبتدي تكبر في الحجم وتختزل بداخلها الغذاء وتتحول الى خلايا بيضيه اوليه، برضه تحتوي 2 نون، وده برضه في الجنين. عشان ما يختلطش علينا الامر، احنا بنتكلم على ان مرحله التضاعف ومرحله النمو تكون في الانثى وهي جنين. يعني لا في بلوغ ولا في اي حاجه. يبقى المرحلتين دول حصلوا اثناء ما كانت هذه الانثى، الانثى اللي احنا بنتكلم عنها انها يحدث فيها الاخصاب وتكون الجنين، هذه الانثى في بدايه تكوينها الجنيني داخل امها. طيب بعد كده الخليه البيضيه الاوليه دي طبعا هيحصل لها انقسام ميوزي، نفس الموضوع اللي حصل برضو في الحيوانات المنويه او تكوين الحيوانات المنويه، فتبتدي تنتج عندنا نتيجه الانقسام الميوزي خلايا بنسميها خلايا بيضيه ثانويه. بس لو احنا رجعنا تاني للرسم بتاعنا هنبص نلاحظ حاجه. لو بصيت معايا هنا في الرسم كده، الخلايا البيضيه الاوليه اللي هي 2 نون دي اللي جواها الغذاء ده، لغايه النقطه دي كده اثناء تكوين الجنين بتاع الانثى او الجنين بتاع او الانثى وهي في مراحل، في مرحله الجنين الاول. بعد كده لما بيجي يحصل انقسام الميوزي تنتج عندنا خليه بيضيه ثانويه، والجزء الثاني يتحول الى جسم قطبي ليس له وظيفه. ثم في الانقسام الميوزي الثاني الخلايا البيضيه الثانويه تتحول الى بويضه وجسم قطبي. يبقى انا لو بصيت
هجد ان عندي الخليه البيضيه الاوليه انقسمت ميوزي فانتجت خليتين، واحده بويضه والتانيه جسم قطبي. طب والانقسام الميوزي التاني؟ البويضه اللي عندنا دي او الخليه البيضيه الاوليه هتكون بويضه وجسم قطبي، والجسم القطبي اللي كان اتكون في الميوزي الاول هيتحول الى اتنين جسم قطبي. يبقى انا عندي تلات اجسام قطبيه وبويضه. الغرض هنا انتاج بويضه واحده. الاجسام القطبيه دي ملهاش اي وظيفه عندنا. هيتكون عندنا بويضه واحده في الانثى نتيجه هذه الانقسامات المتكرره. طيب بعد ما اتكونت البويضه عندنا البويضه دي بتحتوي على نواه، نشوفنا الحيوان المنوي الراس في الجزء القمي وفي النواه اللي بتحتوي على 23 كروموسوم، في العنق، في الجزء الوسطي ثم الجزء الذيلي او الديل. احنا عندنا البويضه برضو بتحتوي على سيتوبلازم ونواه بتغلف بطبقه رقيقه متماسكه بفعل حمض اسمه الهيالويرونيك. ده يفكرني بالهيالويرنايز. ايه الفرق ما بين الهيالويرنايز والهيالويرونيك؟ الهيالويرنايز حضراتكم ده كان بيفرزه او هنتكلم على انه هو بيفرزه الجزء القمي للحيوان المنوي لاذابه الغشاء اللي حوالين البويضه. اما الهيالويرنايك اللي عندنا ده غشاء بيتكون او حمض بيؤدي الى تكوين غشاء، هذا الغشاء يحيط بمين؟ بالبويضة. طيب عشان كده بيقول لك ان عملية اختراق البويضة بتحتاج الى ملايين من الحيوانات المنوية. ايه ده؟ عملية اختراق البويضة عشان الغلاف اللي حواليها اللي مكون نتيجة حمض اسمه الهيالويرونايك اللي موجود عندنا ده لابد من ملايين من الحيوانات المنوية حتى تذيب هذا الغشاء. عشان كده احنا قلنا ان الحيوانات المنوية بيحصل لها عملية تضاعف كبيرة جدا حتى ينتج الذكر او الخصية تنتج حيوانات منوية بالملايين. طيب تعالوا نتكلم عن حاجة اسمها دورة التزاوج وبعد كده نتكلم تاني او نرجع لعملية الاخصاب. ايه دورة التزاوج دي؟ دورة التزاوج هي عبارة عن فترة معينة في الثدييات المشيمية بينشط فيها المبيض في الأنثى البالغة، ودي بيتم فيها عملية التزاوج الإنجاب. يبقى دي عبارة عن فترة معينة في حياة الثدييات المشيمية ينشط فيها المبيض ويبدأ في إنتاج البويضات ويحدث فيها التزاوج والإنجاب. في الإنسان دورة التزاوج تسمى باسم الدورة الشهرية أو دورة الحيض أو الطمس، ودي بيتبادل زي ما قلنا كل مبيض إنتاج بويضة خلال هذه الدورة وهي خلال 28 يوم شهر هجري زي ما بيقولوا. لو جينا نشوف دورات التزاوج في بعض الكائنات الحية هنجد انها مختلفة. يعني عندي مثلا دورة التزاوج في الاسد والنمر او الاسود والنمور سنوية، يعني لا يتزاوج الاسد او النمر الا مرة واحدة كل عام لان مبيض الانثى لا ينشط ولا ينتج بويضات الا مرة واحدة كل عام وهي نصف سنوية في حالة القطط والكلاب. يعني القطة أو الكلب تتزاوج مرتين في العام، ومعلوم إن هي في تغييرات الفصول كمان ما بين الصيف والشتاء وما بين الشتاء والصيف، كل ست شهور نصف سنوية، كل ست شهور مبيض بتاع القطة أو القطة أو الكلب اللي موجود عندنا القطط أو الكلاب المبيض بتاعها بينتج بويضة فتكون جاهزة للإخصاب والإنجاب، وهي شهرية
في حالة أو في بعض الأمثلة اللي عندنا زي الأرانب والفئران كل شهر، أما الإنسان فهي محددة 28 يوم، ودي المفروض إن احنا هنتكلم عنها كاملة، وإيه الهرمونات اللي بتنتج وكيف تنمو بطانة الرحم، وإيه الهرمونات اللي بتساعد على نمو بطانة الرحم، وإيه دور الجسم الأصفر ما ننساهوش اللي هو نتيجة تحول حويصلة جراف اللي كانت بتحتوي على البويضة. يبقى دور التأزوج دي هي عبارة عن فترة معينة في حياة هذه الكائنات الحية ينضج فيها المبيض وينتج البويضات، فتكون الأنثى جاهزة للإخصاب والإنجاب، وقد تكون سنوية، قد تكون نصف سنوية، قد تكون شهرية، أو قد تكون كل 28 يوم هذه الدورة مثل الإنسان. طيب تعالوا نتكلم مع بعض عن دورة الطمس في الإنسان، بما إن احنا اتكلمنا عن الجهاز التناسلي في الإنسان. دورة الطمس في الإنسان مدتها 28 يوم، تقسم أولا عندنا أول حاجة مرحلة نضج البويضة، البويضة ابتدت تتكون اللي هي الخلية الجرثومية اللي هي تحولت إلى أمهات البيض، وبعد كده تحولت إلى خلايا بيضية أولية، ده طبعا في مراحل الجنين. بيحصل ايه عشان تنضج هذه البويضة؟ بتاخد 10 أيام. الفص الامامي من المخ او من الغدة النخامية عندنا بيفرز هرمون، هذا الهرمون بيسمى FSH المحوصل. الهرمون المحوصل ده اللي هو FSH ده بينتج من الفص الامامي للغدة النخامية. ده بيحفز المبيض لإنتاج حويصلة جراف، وأنا قلت لك في البداية أن حويصلة جراف بتبقى هلال صغير كده يحيط بالبويضة وبعدين يبتدي ينمو حول البويضة ويحيط بها تماما. طيب يستغرق نمو الحويصلة بتاع الجراف دي حوالي 10 أيام. حويصلة جراف أثناء نموها بتفرز الاستروجين. هرمون الاستروجين ده المفروض ده بيعمل على انماء بطانة الرحم، يعني يجعل بطانة الرحم تنمو. يبقى انا دلوقتي اول مرحلة اللي هي نضج البويضة، ودي بتاخد حوالي 10 أيام. الفص الامامي للغدة النخامية يفرز هرمون، هذا الهرمون يسمى FSH او الهرمون المحوصل، ده بيحفز المبيض لانتاج حويصلة جراف. حويصلة جراف دي اللي هتبتدي تحيط بيه الخلية البيضية او البيضة اللي عندنا، وتبتدي تنمو وينمو بداخلها هذه البويضة. طيب الكلام ده استغرق حوالي 10 أيام. حويصلة جراف دي اثناء نموها بتفرز او بتساهم في انتاج او افراز هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين ده اللي بيساعد على انماء بطانة الرحم، يبقى بطانة الرحم تبدأ في النمو. المرحلة الثانية هي مرحلة التبويض، ودي بتاخد حوالي 14 يوم. يبقى احنا 10 أيام الأولانيين دول مرحلة نضج البويضة، نضجت فيهم البويضة. مرحلة التبويض عندنا بيقول إن الفص الأمامي للغدة النخامية هيفرز عندنا هرمون، هذا الهرمون اللي هو الـ LH المصفر. يعني ايه المصفر؟ يعني ده اللي هيحول هذه الحويصلة الى الجسم الاصفر. طيب ده في اليوم ال 14 من بداية الطمس، يعني من بداية نزول الدورة في اليوم ال 14. ال LH اللي هو الهرمون المصفر دون هيبتدي يخلي او يبدا عندنا هذا الهرمون في تفجير حويصله جراف فيخرج منها البويضه. عشان كده افضل فترات الانجاب 13 14 15 عند اطلاق هذه البويضه الناضجه. تتحرر هذه البويضه وتتحول حويصله جراف الى جسم اصفر، عشان كده بنقول لاتينيا هرمون او اللي هو الهرمون المصفر اللي موجود عندنا ده
هيحول حيصان الجراف الى الجسم الاصفر بعد اطلاق البويضه. طبعا عارفين البويضه دي بتروح لفين، بتروح على طول على قناه فالوب وتبتدي تنزل الى قناه فالوب عشان تبتدي تلقح. الجسم الاصفر اللي موجود ده بيفرز عندنا هرمون، طبعا احنا عرفنا ان حيصان الجراف بتفرز هرمون الاستروجين، تحولت من حيصان الجراف الى الجسم الاصفر، فيساعد هذا الجسم الاصفر بجانب الاستروجين الى تكوين هرمون البروجستيرون، وده بقى يساعد على زياده سمك بطانه ايه الرحم وملقاها بالشعيرات الدمويه. يبقى تاني الموضوع نضجت البويضه في 10 ايام، هرمون اف اس اتش حفز البويضه لانتاج حويصله جراف جواها البويضه عندنا، او حفز المبيض الى انتاج حويصله جراف اللي هيبقى جواها ايه البويضه، تنضج في خلال 10 ايام. حويصله جراف تفرز الاستروجين اللي هو بيساعد على بدايه انماء بطانه الرحم. بعد ال 10 ايام في 14 يوم عندنا، ال 14 يوم دول في اليوم ال 14 من بدايه الطمس، يعني بعد عمليه النمو باربع ايام، بعد ال 10 ايام اللي قلناهم في الاول، بعدها باربع ايام يعني في اليوم ال 14 هيبتدي عندنا هرمون اسمه الهرمون المصفر. هذا الهرمون يساعد على تفجير حويصله الجراف فتنطلق هذه البويضه الى قناه فالوب ناضجه، ويتحول او تتحول حويصله جراف الى الجسم الاصفر. الجسم الاصفر ده هيبتدي حضراتكم يساعد على تكوين هرمون البروجستيرون بجانب الاستروجين، مما يساعد على زياده انماء بطانه ايه الرحم اللي موجوده عندنا، وزياده الامداد الدموي بها، والطور ده او المرحله دي بتقعد عندنا حوالي 14 يوم. يبقى 10 14 24 وفتره الطمس نفسها او نزول الدم لو تهدد بطانه الرحم نتيجه عدم الاخصاب من 3 ل 5 ايام، يعني المتوسط 4 ايام مع ال 24، يبقى الدوره كلها كامله حوالي 28 يوم. ده رسم عندنا ايضاحي بيوضح لنا المراحل المختلفه، عمليه طبعا النمو بتاعه البويضه داخل حويصله جراف، وطبعا تحتها انماء بطانه الرحم. يبقى الرسمه الاولانيه اللي فوق بتوضح لي المراحل التكوين بتاعه البويضه. لو خدت بالك عندي رقم 14 او اليوم ال 14 بيبتدي تنطلق البويضه من حويصله جراف، ولاحظ ان حويصله جراف اللي هي موجوده قدامنا باللون الازرق دي تحولت الى جسم اصفر اللي هو موجود عندنا باللون الاصفر دون، اللي هيساعد طبعا على تكوين او انتاج هرمونات المبيض. انت لو خدت بالك من الرسمه اللي تحت تنمو بطانه الايه المبيض عندنا، ويزداد الامداد الدموي فيها لاستقبال الجنين اذا حدث الاخصاب من سقوط هذه البويضه الى قناه فالوب في اليوم ال 14. طيب يبقى الرسمه اللي قدامنا بتوضح الجزء الاول منها مراحل نضج البويضه، اما الجزء السفلي منها بيوضح طبعا عندنا انماء بطانه الرحم، يعني بطانه الرحم وزياده السمك بتاعها وزياده غزاره الشعيرات الدمويه اللي بتغذي هذه البطانه. طبعا اخر مرحله اللي احنا قلنا من 3 ل 5 ايام اللي هي مرحله الطمس، ودي اذا لم تخصب هذه البويضه يبدا الجسم الاصفر في الضمور تدريجيا، وطبعا مش هيبقى في عندنا هرمون بروجستيرون اللي هو بيساعد على انماء بطانه الرحم، وده طبعا بيؤدي الى تهدم بطانه ايه الرحم وتمزق الشعيرات الدمويه بسبب هذه الانقباضات الخاصه بالرحم في فتره الطمس، مما يؤدي الى خروج الدم، وده اللي احنا بنعرفه طبعا باسم الطمس اللي بيستغرق حوالي 3 ل 5 ايام وتبدا دوره جديده للمبيض بعد الخمس ايام دولا. ولو خدنا بالنا احنا قسناهم او عديناهم من شويه 10 ايام نمو، بعد كده 14 يوم اللي هم انتاج البويضه والاخصاب، ثم من 3 ل 5 ايام يبقى حوالي 28 29 يوم اللي هي دوره التزاوج في الانسان. اما في حدوث الاخصاب بقى، ده الكلام ده لو ما حصلش اخصاب، جسم الاصفر يضمر
خلاص بقى ما فيش عندنا اي هرمونات، هرمون البروجسترون ده مش هينتج، البطانه تتهدم. طب خلي بالك بقى، يبقى الجسم الاصفر هنا مهم، لو حصل اخصاب يبقى لازم وجود الجسم الاصفر لانتاج البروجسترون عشان تظل هذه البطانه وتظل هذه الاوعيه الدمويه. يبقى في حاله حدوث الاخصاب يبقى الجسم الاصفر يفرز هرمون البروجسترون والاستروجين دونا عشان يمنع عمليه التبويض مره اخرى. يبقى كده المبايض تتوقف عن عمليه التبويض وتتوقف الدوره الشهريه. طيب لغايه 9 أشهر بعد الولاده. والجسم الاصفر ده هيظل موجود لمده 3 شهور الى ان يتم نمو المشيمه. اذا المشيمه عندنا حضراتكم لا تنمو الا بعد 3 شهور. فيظل الجسم الاصفر موجود لانتاج البروجسترون دون عشان خاطر تظل بطانه الرحم والشعيرات الدمويه، لان احنا قلنا لو الجسم الاصفر مش موجود يحدث الطمس، اي تتهدم بطانه ايه؟ الرحم. طيب بتتكون المشيمه عندنا في الشهر الرابع ويزداد نموها في الرحم. فالجسم الاصفر كده خلاص قام بمهمته فيتحلل في الشهر الرابع. خلاص. جسم الاصفر قام بالمهمه بتاعته لمده 3 شهور في انتاج البروجسترون في المساعده على زياده نمو بطانه الرحم، تغذيتها بالشعيرات الدمويه. مع بدايه الشهر الرابع تكون المشيمه اتكونت، والمشيمه دي هي اللي هتنتج بقى هرمون البروجسترون بدلا من جسم الايه؟ الاصفر، يتحل محله فلا تتهدم بطانه الرحم. واذا حدث تهتك في المشيمه يبقى كده هيحدث خلل في هذا الهرمون وقد يؤدي برضو ذلك الى سقوط الجنين. طيب هرمون البروجسترون بقى اللي هينتج من المشيمه دي هيبدا في تنبيه الغدد الثدييه على النمو تدريجيا، فينمو الثديين بالنسبه للانثى لانتاج او لتجهيز اللبن الخاص بالجنين ده عشان يساعد على نموه في المراحل الاولى. بيقول لي اذا ازيل الجسم الاصفر او تحلل قبل الشهر الرابع، ودي احنا اتكلمنا فيها، قبل اكتمال نمو المشيمه، يؤدي ذلك الى الاجهاض لعدم وجود هرمونات الجسم الاصفر اللي بتعمل على زياده سمك بطانه الرحم وزياده الامتاد الدموي بها. الاخصاب. احنا اتكلمنا عن المراحل بتاعه دور التزاوج. 10 ايام نمو للبويضه. اليوم ال 14 حيصلة جراف بتنفجر وتقوم مطلقة هذه البويضة إلى قناة فالوب. تسقط البويضة في قناة فالوب. تنتظر المشيج المذكر حتى يحدث الإخصاب. لأنه إذا حدث الإخصاب الجسم الأصفر سيتبقى 3 أشهر حتى يظل هذا الجنين داخل الرحم. مساعدا في تكوين بطانه الرحم والشعيرات الدمويه وتغذيه الجنين وكل الكلام ده. سقطت البويضه داخل قناه فالوب فيتجه اليها الحيوانات المنويه المغذاه بالفركتوز التي يتواجد بها الميتوكوندريا في الجزء الوسطي لامدادها بالطاقه المجونه من راس. الرأس به جزء قمي ونوابها 23 كروموسوم. ليتحد مع البويضة فيتكون عندنا الزيجود. الزيجود ده اللي هيكون لي الجنين. طبعا البويضة جاهزة للإخصاب لمدة يوم ليومين بس. يعني احنا قلنا في اليوم ال 14 البويضة تنطلق من حويصلة جراف وتسقط إلى قناة فالوب. قدامك ال 14 وال 15 هذه البويضه جاهزه للاخصاب. طب وبعد ال 14 وال 15 مفيش اخصاب. لن تصبح البويضه قادره على او لن
يحدث اخصاب لهذه البويضة. طيب اين يتم تخصيب البويضة؟ هل داخل الرحم؟ لا، يعني احنا عارفين ان الرحم ده اللي يعني هيتكون فيه الجنين. لا برضو يتم الاخصاب في التلت الاول من قناة فالوب وليس في الرحم. يعني انا لو جيت بصيت عندي هنا في الرسم هجد ان الحيوان المنوي بيتجه من عندنا من المهبل ليخترق عنق الرحم، ثم يخترق الرحم، ثم يتجه الى قناة فالوب ليلقح البويضة في التلت الاول منها، يعني بعد الام على طول اللي موجود قدام المبيض. اذا رحلة هذا الحيوان المنوي طويل. حلو، يبقى المعلومة دلوقتي ان البويضة لا تلقح داخل الرحم، هي تلقح في قناة فالوب. الحيوانات المنوية دي احنا قلنا الجزء القم فيها في الرأس يحتوي على انزيم اسمه الهيالو يورنايز، لان البويضة حواليها غشاء من الهيالو يورناي، الاسمين قريبين من بعض. هيالو يورنايز ده الحيوان المنوي، هيالو يورنايك ده لغشاء البويضة. هذا الهيالو يورنايز عند وصول الجزء القمي او رأس هذا الحيوان المنوي الى غشاء البويضة، هذا الانزيم يساعد على اذابة غلاف البويضة. وخلي بالك بقى، احنا قلنا هذا الغلاف بتاع البويضة عشان يذاب لابد من ملايين من الحيوانات المنوية لإذابته. طب وبعد ان تقوم هذه الحيوانات المنوية بالملايين على اذابة هذه البويضة، يدخل حيوان منوي واحد. وعند دخول هذا الحيوان المنوي يدخل ايه؟ ده يدخل الرأس والعنق فقط، والذيل يترك في الخارج. وعند دخول هذا الحيوان المنوي بعد هذا الاخصاب تحيط البويضة نفسها على طول بايه؟ بغلاف يمنع دخول اي حيوان منوي اخر، يعني يساهم في إذابة غشاء البويضة ملايين من الحيوانات المنوية، ولكن من يدخل هو حيوان منوي واحد. هذه الملايين من الحيوانات المنوية منها زي ما اتعلمنا قبل كده في الوراثة اللي يحتوي على الاكس، يعني ينجب اناث او ينتج اناث، ومنها ما هو يحتوي على الواي اي ينتج ذكور. زي ما احنا شايفين هو حيوان منوي واحد يخش داخل هذه البويضة فتحدث اخصاب. وبرضه من المعلومات اللي لازم نبقى عارفينها حضراتكم ان عدد الحيوان المنوي او الحيوانات المنوية اللي بتخرج من الرجل كل تزاوج تتراوح تقريبا من 300 الى 500 مليون حيوان منوي. يا كتير، احنا قلنا الرحلة طويلة، بيموت من الملايين دي، يعني 300 الى 500 مليون دول بيموت منهم ملايين. وبعدين احنا قلنا الغلاف ذات نفسه عشان يذاب محتاج ملايين من الحيوانات المنوية حتى تذيب هذا الغذاء هذا الغشاء بواسطة الهيالو يورنايز اللي هو الهرمون اللي بتفرزه الجزء القمي فيه الحيوان المنوي. حدث الاخصاب يبقى خلاص مفيش مشكلة، الهرمون الاصفر يستمر موجودا 3 اشهر. اذا حدث هذا الاخصاب ودخل الحيوان المنوي الى البويضة، الهرمون الاصفر يبقى 3 اشهر، البروجستيرون يستمر في انماء بطانة الرحم، شهر الرابع يختفي الجسم الاصفر، يتحلل، تنمو المشيمة وتقوم بعمل الجسم الاصفر، الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، كل دي بقى المراحل بتاعت نمو الجنين بعد الاخصاب اللي احنا اتكلمنا عنه، ودي اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. واتمنى ليكم مزيد من الاستفاده مع كايرو دار، وشكرا لحضراتكم.